السلام عليكم طلابة صف سابع، إن شاء الله تكونوا بخير. موضوعنا اليوم راح يكون على التناسب. عندكم ثلاث طرق لحل موضوع التناسب، ثلاث طرق. أي وحدة شفتوها سهلة بالنسبة لكم اعتمدوها. عندنا المثال الأول، عندنا طريقة الضرب القطري، يعني حاصل ضرب الوسطين في الطرفين. عندنا أحسب الحد المجهول في التناسب. الطريقة الأولى اللي راح نستخدمها هي حاصل ضرب الوسطين في الطرفين، يعني حاصل ضرب الوسطين في الطرفين بهذه الطريقة، يعني 3 في 16 نون في 4. إذا 4 في نون 4 نون يساوي 3 في 16، 3 في 16. الخطوة اللي بعدها، إحنا عدنا نريد قيمة المجهول، ما أريد أي شيء مع المجهول هذا. شو أتخلص من 4 اللي معاها؟ أقسم طرفي المعادلة على معامل المجهول هو 4، قسمها على 4. إذن 4 تقسيم 4 حصلنا أن النون تبقى واحدة، نون تساوي. إذا عندي عملية اختصار نختصر بعدين نضرب. بين 3 و4 أكو اختصار؟ لا. بين 16 و4 أكو اختصار. إذا 16 تقسيم 4 4، أو نقول 4 تقسيم 4 1، 16 تقسيم 4 4، 3 في 4 12. حصلنا إنه النون قيمتها تساوي لنا 12. الطريقة الثانية، نحن على هذا المثال الثاني اللي هي طريقة المعادلة، كأنما عندك معادلة أريد قيمة المجهول ميم، بس أي معامل أو أي إشارة أو عدد أو عدد كسري عشري لازم أتخلص منه بها طريقة عكس العملية الموجودة اليمي. مثلا إحنا عندنا الميم معاملها شقد؟ 1 على 5. اللي ما عنده معامل معناته 1، معناته 1 على 5. إذا شو أتخلص من 1 على 5 هذه؟ نضرب طرفي المعادلة في مقلوب الكسر، في نضرب في طرفي المعادلة في مقلوب الكسر، 5 على 1، 5 على 1. ليش ضربنا طرفي المعادلة في مقلوب الكسر؟ حتى نختصر، 5 مع 5 راحت، 1 مع 1 هم انتهى، بقت النميم وحدها. دائما لازم يبقى المجهول بحد لوحده. هنا عندك إذا عندنا اختصار نختصر، وعملية ضرب الكسور بين 28 و1 أي اختصار ما عندنا، بين 25 أكو اختصار لأن من مضاعفات 5، على 5 1، على 5 4، 28 تقسيم 4 7. إذا قيمة الميم تساوي لنا 7. الطريقة الثالثة، عندنا مثل الحساب الذهني، بس أما أبدي المعادلة أبدي من المعلوم، يعني من الأرقام، أبدي من هذا الحد باتجاه المجهول. 14 تساوي لنا 7، يعني 14 ايش قد اصبحت؟ اصبحت 7. 14 ازيد له عتقل، عتقل، اذا معنات عمليه القسمه. 14 تقسيم ايش قد يساوي لنا 7؟ تقسيم 2، معناتها تقسيم 2. من اي قسمت المقام على 2 لازم نقسم البسط هم على 2. 14 تقسيم 2 يساوي 7، 6 تقسيم 2 3. إذا سين تساوي 3. عندكم هاي ثلاث طرق، أي طريقة شفتوها سهلة عليكم اعتمدوها واستخدموها. عندنا بعض أسئلة، تمارين وحل مسائل. احسب قيمة سين في كل تناسب. طلابي 18 تساوي 6، 6 تساوي سين. أبدي أمين؟ نبدي من هذا، راح أستخدم حساب الذهني، نبدي من المعلوم باتجاه المجهول. إذا خلنا أقول 6 تساوي سين، لا ما أستفاد، أقول 18 أصبحت 6، يعني 18 تساوينا 6، 18 صارت 6، قلت لو زادت قلت، معناته عملية قسمة. إذا 18 تقسيم شقد ساوانا 6؟ تقسيم 3.
لازم أقسم المقام مع 3. إذن 18 تقسيم 3 يساوي 6. 6 تقسيم 3 2. إذن قيمة السين تساوي 2. عندنا مثال ثاني، 150 تقسيم 2 يساوي لنا عندنا سين على 1. احنا نريد قيمة السين. طلاب المقام واحد يعني ما يأثر، يعني السين على 1 كأنما هي السين وحدها. 150 تقسيم 2 شقد؟ نصل 150 شقد؟ 75. هاي حساب ذهن مبين رأسا، سين تساوي 75. اللي صعبة عليه مثلا يقول لي لا أنا أستخدم طريقة الحاسة ضرب وسطين في الطرفين، ما هو مشكلة نستخدم الطريقة الثانية. سين في 2 2 سين تساوي 150 في 1 150. 2 في شقد يساوينا 150؟ ما أعرف، لازم أقسم طرفي المعادلة على 2 حتى أنه يبقى المجهول وحده تقسيم 2. سين تساوي 150 تقسيم 2 75. هاي انحلت. عندنا مثال بعد، سين على 10 تساوي 15 على 50. إذا كان عندي أصفار بالطرفين كل صفر يلغي الصفر الثاني، يعني هذا الصفرين متساويين، إن هذا الصفر مع هذا الصفر انتهى اختصرناهم. سين تساوي بقت لنا سين تقسيم واحد سين، يعني سين تقسيم واحد تبقى سين واحدة، وخمستاعش تقسيم خمسة ثلاثة. أكو طالب يقول لا أست أنا ما فهمت هاي الطريقة، نستخدم الطريقة الأصلية اللي هي حاصل ضرب وسطين في الطرفين، سين في 50 و15 في 10. سين في 50 50 سين، 50 سين يساوي 10 في 15 150. احنا نريد سين فقط ما نريد الخمسين، شو نتخلص من هاي الخمسين؟ اقسم طرفي المعادلة على 50 حتى نختصر نقسم. اذن سين تساوي 150 تقسيم 50، 150 كم 50 بيها 3. مو نفس الحل؟ عندنا مثال ثاني، إما استخدم حاصل ضرب وسطين في الطرفين أو طريقة المعادلة بكيفكم. خلينا نستخدم حاصل ضرب وسطين في الطرفين. سين في 27 27 سين تساوي 8 عدد صحيح فاصلة 1 في 5، 8 عدد صحيح فاصلة 1 في 5. طلاب هنا الرقم هذا لا تضربه حتى لا يطلع ان الرقم اكبر ويصير صعب علينا بعملية التقسيم. هسه نجي نبسط، احنا نريد قيمة السين، شو نتخلص من معاملها؟ قسم الطرفي المعادلة على معامل سين. 27 وهاي 27، 27 تقسيم 27 بقت لنا سين، سين تساوي، نختصر طلاب، 8 عدد صحيح فاصلة 1، شيل الفاصلة كأنها ما أكل فاصلة، شقدر عدد 81 على 27. بين 81 و 27 هي من مضاعفات 27، 81 كم 27 بيها 3، على 27 بيها 1، على 27 بيها 3. 3 في 5 15، أرجع الفاصلة. إن شاء الله استفدتم من هذا الدرس، وألتقي بكم بالدرس القادم إن شاء الله، ومع السلامة.